بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله حصة اليوم، يعني من الحصص الأسبوعية لمادة الضمان الاجتماعي. فبغيت نتأكد غير من واش الإخوان وصلهم الصوت والصورة. ميرسي، كنشكر جميع الطلبة ديالي، كنشكر جميع طلباتي، وكان بعد المناسبة كان بارككم رمضان وكل عام وأنتم بخير. مهم، اعتذر لان التاخير كان خارج الاراده ديالي، ولكن الحمد لله فكان واحد عطب تقني. المهم، على اي هذه الاعطاب، يعني احنا التعليم عن بعد ضروري الاعطاب التقنيه كتكون في يعني في البدايه. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحصه ديال اليوم تكون حصه مفيده للطلبه والجميع المتتبعين على صفحه القرايه في الدار. على اي استهل يعني حصة اليوم بتذكير جميع الطلبة وتذكير جميع المتتبعين بأن يعني كان مبرمج بأننا اليوم نكمل يعني الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، وبعد ذلك نمر للحماية الاجتماعية لموظفي القطاع العام. يعني نشوفوا يعني على أي نشوفوا التوزيع الزمني واش غادي يعني يلحقنا، وعلى اي لما لحقناش ان شاء الله نستنفو الحمايه الاجتماعيه لموظفي القطاع العام الاسبوع المقبل ان شاء الله. المهم، على اي في ك تذكير على ما راج في الحصص السابقه، فكنا تكلمنا على ميدان تطبيق الحمايه الاجتماعيه لاجراء القطاع الخاص، وذكرنا بالهيئه المدبره للحمايه الاجتماعيه بشقها التقاعد والتغطيه الصحيه اللي هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واليوم غنكملوا، تكلمنا في التعويضات، خصصنا الحصه السابقه للتعويضات يعني العائليه، ثم التعويضات القصيره المدى، واخص بالذكر التعويض عن المرض، التعويض عن الامومه. واليوم غنتحدثوا على اعانه الوفاه وعطله الولاده، وغادي نشوفوا التعويضات طويله المدى، ونشوفوا التامين الصحي الاجباري عن المرض. مهم، الإخوة الأعزاء، الطلبة الأعزاء، فأول شيء بغيت نذكركم بأن التعويضات تدور وجودا وجود وعدما مع أداء الاشتراكات. هذه القاعدة هي اللي خصنا نميزوا فيها ما بين نظام ديال التوزيع ونظام الرأسمالة. اللي كنقولوا نظام التوزيع فهو نظام مبني على يعني التضامن والتكافل ما بين الذين يؤدون والذين الذين الاشخاص الذين لا يؤدون. وبالتالي فمساله اداء الاشتراكات من عدمه هي تبقى يعني دين ملقى على عاتق المشغل، بما معناه انني استفيد من تقاعدي بغض النظر هل المشغل ادى عني الاشتراكات ام لم يؤدها. فنحن امام نظام يدبر من طرف صندوق وطن الضمان الاجتماعي، نظام توزيعي، نظام مبني على التضامن، بنظام على التكافل، بما معناه حسب مقتضيات المادة 26 و27 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، يظل المشغل هو المدين وحده إزاء صندوق وطن الضمان الاجتماعي، باعتبار أن اشتراكات صندوق وطن الضمان الاجتماعي اشتراكات تدخل في إطار ما يسمى بالديون العامة، ويتم تحصيلها وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية بصريح المادة جوج من هذا الظهير. إذا الطلبة الأعزاء، فالتحصيل ديال الشراكات ديال صندوق وطن الضمان الاجتماعي نتبع جميع إجراءات التحصيل ديال الديون العمومية المنصوص عليها في المادة 39 وما يليها من مدونة تحصيل الديون العمومية، سواء كان تحصيلا رضائيا أو تحصيلا جبريا عن طريق اتباع إجراءات التحصيل بطريقة تدريجية إلى أن نصل إلى مرحلة الإكراه البدني. هناك الإنذار ما يسمى بالكوموندمون، هناك الحجز، هناك البيع، هناك الإكراه البدني. إذا سلسلة إجراءات يتم احترامها، ويتم البت في 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 المنازعات الخاصة بإجراءات تحصيل الشراكات صندوق وطن الضمان الاجتماعي فيما يخص الإجراءات من طرف القضاء الإداري، أما فيما يخص وعاء التحصيل فمن طرف أو الاختصاص حسب الاجتهاد القضائي مسنود إلى المحكمة التجارية. إذا هنا مسألة الاختصاص خصنا
نعرف بأن أي منازعة تخص تحصيل الدول العمومية وما يخص بالذكر إجراءات تحصيل الدول العمومية لي بروسيدور. أما فيما يخص الوعاء لاسياد دو كوتيزاسيون فيعني يدخل في اختصاص المحكمة التجارية. إذا بالنسبة للتعويضات، عندما نقول التعويضات هي مجموعة من المبالغ والمنافع التي يستفيد منها المؤمن لهم الذين سبق لمشغلهم أن تم تسجيلهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعني بالطبيعة سيبقى المشغل مدينا للصندوق بمجموعة هذه الاشتراكات، بما معناه لا يشترط في أداء التعويضات وجود الاشتراكات، ولكن بالرغم من ذلك يظل المشغل مدينا، بما معناه ليس شرط من شروط التعويضات أو شروط الاستفادة من أي تعويض ممنوح من الصندوق الوطني للضمان بأداء الاشتراكات مسبقا. بما معناه أعطي مثال لذلك، التعويض على المرض، أشتغل بمقاولة، تعرضت إلى وعكة صحية، في هذه الحالة ممكن أن أقدم شهادة طبية تثبت عجزي عن العمل لمدة بسبب عارض خارج عن حوادث الشغل الأمراض المهنية، لأن الطلبة الأعزاء قلنا بأن حوادث الشغل الأمراض المهنية خارجة عن نطاق تطبيق ظهير 27 يوليو 1972 وتدخل في إطار قانون 19/12 المتعلق بتعويض حوادث الشغل حوادث الشغل. وبالتالي فهذا المرض يمكن لي أو يمكن للعاملة أو الأجيرة أن تستفيد من التعويض على المرض طيلة فترة الراحة المرضية، وبالتالي لا يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يدفع بعدم وجود أداء اشتراكات مسبقة من طرف المشغل، لأن الأجير يستفيد من التعويضات بشرط التأمين. شنو هو شرط التأمين؟ وأنني أشتغل في مقاولة قضيت فيها مدة 54 يوما، يفتح ويصرح به من طرف يعني مصرح به من طرف مشغلي، وهذه التصريح أصبحت أيام عمل فعلية تنقلب إلى عدد أيام تأمين. هذا عدد أيام تأمين تمنح لي الحق في الاستفادة من تعويض عن المرض شريطة، يعني إثبات ذلك المرض بواسطة شهادة طبية، وأستفيد من اليوم الرابع، بما معناه الثلاث أيام الأولى تكون على عاتق الأجير، من اليوم الرابع أبدأ أستفيد من تعويضات الراحة المرضية والتي تساوي كما سبق الحديث في الحصة المقبلة ثلثي الأجر اليومي، بمعنى ثلثي الأجر اليومي أستفيد من 100 درهم، تمنح الصندوق 70 درهما، ولكن في حدود سقف معين وهو 6000 درهم. إذا لتذكير الطلبة، جميع التعويضات التي تمنح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمنح في إطار سقف محدد، كما أن أداء الاشتراكات تؤدى على أساس سقف محدد ما عدا الاستثناءات التي سنتحدث عنها يعني لاحقا. إذا هذه التعويضات لا يمكن الصندوق أن يدفع بعدم وجود الاشتراكات، بل لابد أن يدفع فقط بعدم وجود أيام التأمين. أما اشتراك من عدمه فنحن أمام نظام توزيعي يلقى أو تلقى مسؤولية عدم أداء الديون أو اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المشغل، ولا يتحمل الأجير أي عبء في هذا الإطار. المسألة الثانية وهي مسألة التعويضات الولادة. الولادة تمثل استثناء من مبدأ التوزيع. الولادة لوحدها عندنا جوج ديال التعويضات، الولادة وعندنا التعويض على المرض. إذن هادو للمشرع ألزم فيهم أداء الاشتراكات مسبقا، بمعنى الأم الحامل أو العاملة التي تشتغل في هذه الحالة يعني للاستفادة ومن أجل أن تستفيد من عطلة أو لتستفيد من تعويضات الأمومة إلى جانب شرط التأمين اللي هو 54 يوم قبل ما يعني تستأنف عطلة الولادة، لكي تستفيد ضروري أن تكون 10 أشهر، ال10 أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن العمل مؤدعنة، يعني ماشي غير مصرح بها. يمكن كان في نظام التوزيع نتكلم عن نظام تصريحي، ونتكلم عن نظام مبني على أداء الاشتراكات، عكس نظام ما يسمى بالرأسمالة، لو ريجيم دو كابيتاليزاسيون، ريجيم التأمين عن طريق الرأسمالة، لو ريجيم دو كابيتاليزاسيون الذي يهدف على ما يسمى بنظام الأداء المسبق، لو ريجيم بار كوتيزاسيون ديفيني،
ريجيم، اما بالنسبه للنظام التوزيع نتكلم عن ريجيم بار بريستاسيون ديفيني، بمعنى نتكلم عن وجود تعويضات بغض النظر عن اداء الشراكات، ولكن الشراك في اطار مضمون تحسين الدعم تبقى على عاتق المشغل، بخلاف نظام الراسماله فهو نظام مبني على التوزيع، مبني على اداء الاشتراكات مسبقه، بما معناه التعويضات تدور وجودا وعدما مع اداء الشراكات، وجود الشراكات يعطي الاداء تعويضات، عدم وجود الشراكات لا يعطي الحق في التعويضات، عكس نظام التوزيع الذي يدبر صندوق وطن الضمان الشمال لاجراء القطاع الخاص. وهذه المساله مساله طبيعيه، لماذا؟ لان العلاقه، لان الا بغينا غير فكرنا منطقيا في هذه المساله وكنقولوا علاش، كنلقاو الجواب ديالها في مدونة الشغل، وكنعتبروا بان من جمله الالتزامات الملقات على عاتق المشغل والالتزامات يعني الاجتماعيه والالتزامات الضريبيه والالتزامات الماليه، وكذلك الالتزام باداء الاجر. من بين الالتزامات الاجتماعيه، من الملزم بتصريح بالصندوق وطن الضمان الاجتماعي كحق للاجير لضمان استمراريه اجره، مساله ملقاه على عاتق المشغل، وبالتالي فلا يمكن ان نحمل الاجير اكثر او ما لا طاقه به، وبالتالي لا يمكن ان نحمل عبء حرمانه من التعويض بدعوى انه او ان مشغله لم يقم باداء التعويضات. لا، ليست له وسائل مراقبه هذه الاداءات، ليست له وسيله مراقبه اداء هذه التصريحات، ولكن بالمقابل له حق في الاخبار، له الحق في الحصول على المعلومه، كيعني مبدا دستوري منصوص عليه في الماده 27 من الدستور، اصبحت المؤسسات العموميه والادارات العموميه تمكن، عكس ما كنا نلاحظه في السابق وفي المنازعات المعروضه امام القضاء، كنا نسمع عن اشخاص يصلون ليس التقاعد ولا يعلمون حتى مستوى يعني عدد ايام التصريح بهم او عدد ايام تامينهم، الى ان يفاجئوا بعدم وجود او ضحايا عدم التصريح بهم، وبالتالي عدم استفاده من التقاعد. فهذه مسائل عايشناها في مجموعه من المنازعات، في مجموعه من القضايا التي عرضت على القضاء، والتي للاسف بعضها يعني كتأويل شخصي كانت يعني غير موفقه الى حد ما في تفعيل وفي تأويل مقتضيات الفصل 15 من ظاهر 27972، الذي نتمنى ان يزيل ذلك الغموض المشرع المغربي بتعديله مقتضيات الماده 15، وبالتالي عدم الحث اشخاص القيام ب أعمال لا يمكن لهم على مستوى الواقع وعلى مستوى القانون القيام بها، وهي أن يقوموا بانخراط أنفسهم وبالتالي تسجيل أنفسهم بأنفسهم، لأننا أمام نظام مبني على علاقة شغلية، مبني على وجود تبعية قانونية، وجود تبعية قانونية تؤسس لشخص معنوي أو شخص طبيعي هو المشغل الذي يجب عليه أن يصرح بذلك الشخص الطبيعي، ذلك الشخص الذاتي، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، سواء على مستوى التصريح، سواء على مستوى يعني عدد أيام التأمين التي يعمل بها، وكذلك مسألة مراقبة الأجور التي يستفيد منها، وهذه الأجور التي تمثل وعاء من أجل احتساب أداء الشراكات كما سنرى لاحقا. إخوان، إذا كان شي سؤال أو غموض أو سؤال أو ملاحظة، فأنا راه الإشارة ديال الجميع، أي سؤال ولا أي غموض فإحنا راه الإشارة ديال الجميع من أجل تبسيط المصادر ومن أجل فك غموض بعض يعني النصوص غير واضحة أو التي تحتمل أكثر من تأويل. إذن في هذه الحالة مسألة التعويضات، يعني تكلمنا عن التعويضات اليومية على المرض، تعويضات على الأمومة اللي قلنا في طريقة الاحتساب ديالها تختلف عن طريقة احتساب التعويض على المرض، لأن إذا كنا كنحسبوا الشخص اللي مريض كنحسبوا ليه باش ياخذ كمقابل من صندوق وطن الضمان شي من ثلثي الأجر اليومي، من ثلثي متوسط الأجر اليومي لستة أشهر السابقة على المرض. مثلا اليوم مرضت فهاد الشهر، شهر مرضت، إذا غي حطيت شهادة طبية فيها 15 يوم،
اذا 15 يوم يعني 3 ايام دائما محسوبه على المشغل حسب مقتضيات القانون. اليوم الرابع ابدا في الاستفاده من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي. كيف يتم احتساب ذلك التعويض؟ ثلثي الاجر اليومي، هذاك الثلثين كنشوفوا متوسط الاجر 6 اشهر، متوسط الاجر لا مويان دو سالير دو 6 mois، هذاك متوسط الاجر ديال 6 mois مضروب في عدد الايام الراحه. اذا ثلثين كناخذوا وناخذوا ثلثين، يعني ما يمكنش ناخذوا مجموع الاجر، ناخذوا ثلثين دون ان يقل عن ثلثي الحد الادنى للاجر. بمعنى ما يمكنش ناخذوا قل من ثلثين ديال الحد الادنى في الاجر او الحد الادنى للاجر القانوني المنصوص عليه في المرسوم الوزاري. النقطه بالنسبه للامومه، عكس الامومه كناخذوا الاجر اليومي الكامل، لكن دائما في سقف محدد اللي هو 6000 درهم، وهي سقف احتساب التعويضات داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الاجل، تختلف اجالات السقوط او الاجل في ايداع الحق او في ايداع طلبات او طلبات الاداريه تختلف من تعويض الى اخر. التعويض على المرض عندك اجل شهر باش تحط طلب ديال التعويض من تاريخ التوقف عن العمل من اجل الاستفاده من التعويضات تحت طائله سقوط الحق فوكليزيون، ما كنهضروش على بريسكريبسيون، ما كنهضروش على سقوط الدعوه، كنتكلم عن سقوط الحق، يعني ليس لك الحق في المطالبه بعد هذه المده عن الا في حاله كما كنعيش دابا في حاله القوه القاهره. مساله الولاده عندك 9 اشهر بالنسبه للام التي وضعت، بالنسبه لفتره الامومه ديالها على بريود دو ماتيرنيتي عندها اندلي دو 9 موا، يعني 9 اشهر من اجل ايداع طلبها للاستفاده من التعويضات عن الامومه التي تستفيد عنها لطيله 14 اسبوع 3 اشهر تستفيد من تعويضاتها التي تحل محل الاجر باعتبار ان التعويض هو استمراريه وديمومه للاستفاده من اجر الذي انقطع بعارض من العوارض المنصوص عليه في الماده 32 من مدونه الشغل. مسألة منحة الوفاة، نتكلم عن منحة الوفاة لالوكاسيون ديسي، تعتبر من التعويضات القاصرة الأمد، بمعنى التعويضات التي تمنح للمؤمن له الذي توفي أو المؤمن لها المتوفاة الذي توفيت، بما معناه يمنح طبق المقتضيات المادة يعني 42 و43 من ظهير و43 و44 و45 من ظهير 27 يوز 1972، واحد المنحة احنا متعارف عليها في العاميه وفي الدارجه بالعزو، ما معناها تمنح لذوي حقوق المتوفى او لذوي حقوق الهالك. اذا في هذه الحاله هذيك المنحه يعني عندها حتى هي طريقه الاحتساب، هذيك المنحه تمنح لذوي الحقوق. هنا مساله منحه الوفاه كما كنقولوا منحه لا نسميها تعويض، اذا هنا لابد من التطرق الى الفرق ما بين المنحه وما بين التعويض. بريم وانديميتي، كاين هناك فرق على المستوى القانوني. المنحه لا تؤدى الا عن طريق على شكل راس مال، يعني تؤدى مره واحده، بخلاف التعويض له ما يسمى يسمى له طابعا دوريا، يعني التعويض يؤدى مرتين 3 مرات 4 مرات الى سقوط الحق، بخلاف التعويض، بخلاف المنحة سميت منحة لأن تؤدى مرة واحدة بعد الوفاة وتؤدى إلى ذوي حقوق. هنا الطلبة لابد من تمييز ما بين ذوي الحقوق لي زيون دغوا وما بين الورثة، ما بين ذوي الحقوق وما بين الورثة. هنا السؤال اللي غادي نسال ابراهيم عن بالنسبه للتحصيل عن طريق الاشعار لدى الغير الحائز، هل ما زالت ممكنه؟ انا غادي نكمل هذه النقطه ديال التعويض ونجاوبك السي ابراهيم على هذه المساله لانها جد مهمه بالنسبه للطلبه، خاصهم يكونوا على بينه من خاصهم يعرفوا المستجدات القضائيه في هذا الاطار. بالنسبه للتعويضات او منحه الوفاه، قلنا بان خصنا نميزوا ما بين لي زيون دغوا وبين لي زيغيتي. فالتعويضات الممنوحه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذه المساله بزاف الناس اللي يعني على مستوى الممارسين او المستوى العملي فخصهم
يميزوا ما بين التعويضات اللي ممنوحة من صناديق الاحتياط الاجتماعي ليست بإرث، ليست بإرث، ليست بتركة، بمعنى هي تعويضات لا علاقة لها بالتعويضات ممنوحة في إطار ما يسمى بالإرث المنصوص عليه في مضونة الأسرة. بما معناه أن المشرع سواء في ظاهر 1963، ظاهر 1927 الخاص بتعويض حوادث الشغل، ظاهر 1963 ظاهر القانون 18-12 الخاص بتعويض حوادث الشغل، ظاهر 27-1972، ظاهر 1984 نتحدث عن لي زيون دو، نتحدث عن ذوي الحقوق. فذوي الحقوق هي كلمة أوسع من الورثة، أوسع من الورثة. الفرق هو أن ذوي الحقوق يحدده من الذي يحدده؟ يحدده إما المتعاقدين أو القانون. بخلاف الإرث تطبق يعني قواعد الشريعة الإسلامية، القواعد المنصوص عليها في سورة النساء. بما معناه لا يمكن، أو في دين الحنيف كمان مصدر من مصادر التشريع، إذا لا يمكن لأي شخص أن يأتي ويقول بأن التأمين إرث، لأن ملي كتشوفوا الاكتتاب في عقود التأمين كيقول لك من اللي مستفيد بعد الوفاة، كاين اللي كيقول أي اسم أو كيفتح ذوي الحقوق، بما معناه هنا كيقدر يمشي بطريقة ديال أو بتأويلها بأن الورثة. ولكن غالبا غالبا وبحسب مقتضيات المادة 45 من ظاهر 27 يوليو 1972 ذوي الحقوق محددين في الزوج أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات في حال التعدد دون لي كاد دو بوليغامي، الزوج أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات إن تعددوا. هذه في المرتبة الأولى. كنمشيو الثانية الفروع والوليدات، كنمشيو الأصول الوالدين، وكنمشيو في المرتبة الرابعة الإخوة والأخوات، يعني يمكن الإخوة والأخوات إن تعددوا. إذا في هذه الحالة إذا المادة 45 كتجينا بواحد الترتيب، بواحد الترتيب اللي كيعطي المعنى ديال ذوي الحقوق. إذا أصبح ترتيب محددا بنص القانون، وبالتالي يمكن بالأحي حال من الأحوال أن نذهب للبحث عن عدة أو عقد الإراثة، عدة الإراثة للقول بوجود أشخاص يرثون بالفرض وأشخاص يرثون بالتعصيب، وهذا غلط ولا يمكن أن يستقيم مع معنى التأمين، وأن لا يستقيم مع معنى التخصيص لكلمة ذوي الحقوق. إذن لا يمكن بأي حال من الأحوال حتى على مسألة معالجة الملفات داخل رادهات الإدارية وداخل صندوق التنظيم الاجتماعي وداخل المحاكم بأن يعتبر إرثا، لا يعتبر إرثا، وبالتالي لا يمكن مثلا لملف أو في تصفية ملف إداري، ملف تطبيب مثلا من أجل استرجاع مصارف تطبيب، توفي المستفيد الذي أو له الحق في الاستفادة من بعد، لا يمكن طلب إراثة وطلب من هم الذين يرثون بالتعصيب، من الذين يرثون بالفرض، وهذاك الملف نقسمه على جميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بذوي الحقوق. ذوي الحقوق هم المقربين للمستفيد، وأخص بالذكر الزوجة والزوجات في حالة التعدد يتم التقسيم عليهم بلغ بالتساوي، في حالة عدم وجود الزوجة يتدخل الأبناء أو الأولاد، في حالة عدم تدخل عدم وجود الأبناء نجد الأبوين أو الأصول، في حالة عدم وجودهم الإخوة والأخوات. هذا هو الترتيب الذي يمكن. إذن سؤال قد تتساءلون، لماذا يمكن أن نطبق مقتضيات المادة 45 على مدون التغطية الصحية الإجبارية؟ أقول لكم بأن الشريعة العامة، إذا كان القانون المدني والشريعة الأم لجميع القوانين، فأقول لكم بأن ظاهر 27 يوليو 1972 المتعلق بالحماية الاجتماعية في القطاع الخاص هو الشريعة العامة لجميع قوانين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. بصريح المادة 79 من قانون 65-00 المتعلق بالتغطية أو بنظام التغطية الصحية الإجبارية، والذي يقول في حالة سكوت نص ما
أو في حالة عدم وجود قواعد تحكم منصمة نرجع أو يتم الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في مقتضيات الظهير 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تعديله وتتميمه. إذن هذه مسألة باش ما نبقاوش نقلبوا على من الذي يستفيد بعد وفاة المؤمل. لا أقول مؤمل هو الشخص النشيط الذي يعمل قيد الحياة، أما بعده فبعد وفاته وبعد هلاكه نصبح أمام ذوي الحقوق الذين أشخاص الذين يستفيدون من بعده، والذين يستفيدون أخص ذلك من إعالة الوفاة من بريم دانديميتي ومن ما يسمى براتب المتوفى عنهم لا بونسيون دو سيرفيفون، راتب المتوفى عنهم. أصبحنا أمام يعني منحة، والمنحة تؤدى مرة واحدة وبعد ذلك تستفيد يستفيد ذوي الحقوق المتبقون على قيد الحياة من ما يسمى بتعويض المتوفى عنهم، تعويض المتوفى عنهم. إذا بالنسبة لمنحة الوفاة هي يعني خاص ضروري من طلبة الإدارية، خاص يكون المؤمل له يعني مستوفي لمجموعة من الشروط أهمها شرط التأمين، يعني على الأقل تكون عنده 1080 يوم قبل من الوفاة وأن يكون يشتغل، بما معناه بعد يعني كيتوفر على واحد عدد أيام تأمين لا يقل عن 1080 يوم، وبعد وفاته يستفيد ذوي حقوقه من منحة الوفاة وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 45. قد يقول لي سائل بأنه في حالة عدم وجود لا زوجات أو زوجة، عدم وجود أبناء، عدم وجود أصول، عدم وجود يعني إخوة أو خوات، تؤدى للشخص الذي قام ب أو أثبت للصندوق بأنه قام بمصاريف الجنازة طبقا للقانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. بالنسبة لقيمة المنحة، قيمة المنحة تساوي 60 مرة ثلثي الأجر اليومي الذي كان يستفيد منه، ثلثي الأجر اليومي الذي كان يستفيد منه المؤمل له قيد حياته. إذا كان دون أن تقل على مبلغ لمحدد مرسوم اللي هو 10,000 درهم، 10,000 درهم ك يعني منحة وفاة، وفي جميع الأحوال لا تتعدى 12,000 درهم. بالنسبة لعطلة الولادة ما يسمى بكونجي دو ناسونس، هذا الكونجي دو ناسونس يؤدى أو يؤدي الأجير أو يؤدي المشغل يعني عطلة الولادة بعدما يعني يبشر بابن أو ابنة، فهذه العطلة دي الولادة 3 أيام يؤديها المشغل ويتم استرجاعها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أعود إلى سؤال طرحه إبراهيم بالنسبة للتحصيل عن طريق الإشعار لدى الغير الحائز، هل ما زالت ممكنة؟ أقول لكم بأن أو بناء على أن الاشتراكات أو اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما معنى الاشتراكات وهي الأداءات التي تؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل الخدمات التي يقدمها للمؤمن لهم، وهذه الاشتراكات هي مجموعة من التعويضات، ولكل تعويض نسبة مئوية، لكل تعويض نسبة مئوية يؤديها المشغل ويؤديها الأجير تضامنا بحسب نسبة محددة في المراسيم التنظيمية التي تحدد نسبة أداء الاشتراكات مقابل الاستفادة من التعويضات. هذه الاشتراكات يتم تحصيلها وفق مدونة تحصيل الدول العمومية، ولكي أعطيكم فكرة في نسبة الاشتراكات اللي كتؤدى، تؤدى بحسب التعويضات الممنوحة. فعندما نقول تعويضات قصيرة المدى، فالمشغل والأجير كيؤدي واحد النسبة على هذه التعويضات القصيرة المدى اللي هي التعويض على المرض والتعويض على الأمومة من حيث الوفاة وعطلة الولادة. إلا قلنا التعويض عن القصر للطاولات المادة اللي كتهضر لك على منحة المتوفى عنهم والتقاعد والزمالة، كنتكلموا على واحد النسبة خاص يعطيها المشغل والأجير باش يستافدوا مستقبلا من هذيك التعويضات. إلا قلنا التأبيل الإجرائي الأساسي كاين نسبة مئوية يحددها القانون من أجل الاستفادة من التعويضات، من هذه التعويضات. فإذا حسبنا التعويض عن فقدان الشغل ما يمكنش يستافد منه لما أداش المشغل والأجير واحد نسبة تضامنية، ولكن نسبة تضامنية ما كنقولوش 50-50، دائما المشرع
كيقلل النسبه اللي كيديها لاجير باقل من النسبه اللي يؤديها المشغل. فلا قلنا في المجموع ديال نسبه الاشتراكات المشغل هي 19.49%، 19.49%، والاجير كيؤدي 6.47%. اذا 19.49% كيؤديها الاجير المشغل، و 6.47% يؤديها الاجير. اذا المجموع اللي كيؤدي او كيؤدي او كيؤدي الاجير والمشغل هي 26.23%. 26.23% كيتم الاقتطاع ديالها، او يتم الاقتطاع ديال الاشتراكات المتعلقه بالتعويضات العائليه، اقول بالتعويضات العائليه والتامين الاجباري الاساسي عن المرض، من مجموع الاجره الشهريه المصرح بها في صندوق وطني الضمان الاجتماعي. في حين تقتطع الاشتراكات المتعلقة بباقي التعويضات من الأجر في حدود 6000 درهم. في حدود 6000 درهم. إذن غير باش نبسط المسألة. إذن أنا بالنسبة لي كان أتقاضى شهريا 10000 درهم. هذيك ال 10000 درهم خصني لا سنسس توصل ب 26%، 26.23% من مجموع الأجرة ديالي. ولكن واش من مجموع أجرة ديال 10000 درهم؟ ولا مجموع الحد ديال 6000 درهم كنحسبوا الاشتراكات على في حدود 6000 درهم منصوص عليها في القانون. كيقول لك المشرع في حدود 6000 درهم جميع يعني التعويضات، لان كل تعويض عنده نسبه. اذا اللي حددت لك التامين الاجباري على اساسي على المرض اللي هو نسبه الاشتراكات 6.37%، هذيك 6.37% ديال التعويض الاجباري على المرض خصها تحيد من 10000 درهم، ستحيد من الأجرة الشهرية كاملة. ولكن لا تكلمنا عن التعويضات الأخرى، خصنا نحيد تحيدها لي غير في حدود 6000 درهم. إذا الأجرة تقسم إلى مجموعة من التعويضات، لكي أستفيد من التعويض على المرض خصني نقطع 6.37% من الأجرة ديالي اللي كأتقاضى، أجرتي الشهرية ديال 10000 درهم. إذا الأجرة الشهرية. اما مجموع الاجره الشهريه، مجموع اللي كتدخل فيها الاجر الصافي والتعويضات المكملات الاجر. اما بالنسبه كاين جوج المسالات اللي عندهم الحد ديال 6000، جوج المسائل اللي كياخذوا من الاجره كلها اللي هي التعويضات العائليه والتامين الصحي الاجباري الامراض، كناخذوا كنحسبوا النسبه من مجموع الاجره الشهريه، ما عدا ذلك من التعويضات كتحسب في حدود 6000 درهم. هذا كيفية احتساب الاشتراكات. هذه الاشتراكات يتم اقتطاع نسبة 6 او في حدود 6.27 تقتطع الاجير من المنبع خلاف مو تصالير، كنحيدوها لي من المنبع. ما حولهاش حيد من المنبع وما حولهاش الصندوق وطن الضمان الاجتماعي، كندخلوا فيما يسمى بالقانون الجنائي للضمان الاجتماعي، وبالتالي تعتبر خيانة الامانة، فهي جنحة، تعتبر خيانة أمانة وتعتبر يعني معاقب عليها سواء في القانون الجنائي العام أو في القوانين الجنائية الخاصة بخصوص بالذكر مقتضيات المادة 74 و 75 من ظاهر 27 يوليوز 1972 متعلق بنظام الضمان الاجتماعي. مسألة أداء الاشتراكات، فكما كنقولوا مدونة تحصيل الدول العمومية، ولا كنقولوا مدونة الصفقات العمومية، هادو قوانين خاصة تعترف بمبدا ما يسمى بلي بريروغاتيف دو لوتوريتي بيبليك، ما يسمى بالسلطه العامه، او ما يسمى بالافضليه التي يمكن اعطائها للسلطه العامه من اجل استمراريه المرفق العمومي. ومن اجل استمراريه المرفق العمومي لابد من اجل استمراريه المرفق العمومي لابد له من تحصيل اشتراكاته. كيف يمكن لاستمرار ديمومه الماليه لنظام الضمان الاجتماعي بدون اداء الاشتراكات؟ إذا المسألة سنكون يعني متناقضين، وبالتالي لابد لنا من أساليب ولابد لنا من آليات تفضيلية من أجل تحصيل الدول العمومية، ومن جملتها التحصيل الجبري المنصوص عليه في مدونة تحصيل الدول العمومية، ومن هذه الآليات المنصوص عليه في مادة 39 أخص بالذكر الإنذار لو كوموندمون، الإنذار، الحجز السيزي، الفونت، البيع، الكونتراكتور، الإكراه البدني. هذا إذا المشرع المغربي اعطى للاداره العموميه ويعني المؤسسات العموميه التي تطبق او تعتبر اشتراكاتها داخل تدخل في اطار المال العام يجب تحصيله باساليب
السلطه العامه ومن هذه الاساليب الاساليب الجبريه لتحصيل الدول العموميه. فمساله الاشعال غير الحائز افياتير ديتوندور ما يسمى بالاشعار غير الحائز. الاشعار غير الحائز هو يعني اقربه بالحجز لدى الغير المطبق في اطار الماده 487 من قانون المصلحه المدنيه بين الاشخاص العاديين. الاشخاص من لا نسميه الحجز بين الغير نسميه حجز الاشعار لدى الاشعار الحجز او ما يسمى بالاشعار لدى الغير الحائز. الاشعار لدى الغير الحائز. حائز ماذا؟ حائز مبالغ للمدين، بما معنى عندما أكون دائنا لشخص المدين وذلك الشخص المدين أعرف بأنه لديه أجرة، لديه أجر يتقاضى في شركة، وأنا كدائن لذلك الشخص أبحث في إطار ما يسمى لا أسميه ما يسمى بالقضاء الجبري وما يسمى بالأساليب الجبرية من أجل استخلاص ديوني، أن أقوم أو بطلب أمر قضائي من أجل إجراء حجز بين يدي الغير اللي هو المشغل في إطار حدود مقررة قانونا في إطار مدونة الشغل حماية الأجر كما سبق لنا الحديث عليها في إطار يعني مناقشة منازعة الشغل. إذن في هذا الإطار إش كيبقى؟ كيبقى مسألة خاصنا ندوزو للقضاء. إشعار الغير أو الإشعار لدى الغير الحائز عكس الحجز بين يدي الغير، لا يتم اللجوء إلى القضاء. أنا كمؤسسة المشرع منحني الحق أن أقوم جبرا بالنسبة للأشخاص الذين قمت معهم بجميع إجراءات الإنذار وجميع إجراءات التحصيل المنصوص عليه في مدونة تحصيل الدول العمومية ولم يقوموا بأداء ما بذمتهم من ديون تجاه الدولة، تجاه الإدارة، تجاه المؤسسات العمومية من طريق من ذلك صندوق التنظيم الاجتماعي المشرع في إطار مقتضيات المادة 101 من مدونة التحصيل الدول العمومية سن ما يسمى بالإشعار الغير الحائز، بما معناه أبحث عن مديني ذلك المدين من أجل حثهم وأمرهم بأن يحولوا تلك المبالغ المستحقة للمدين لفائدة الإدارة، لفائدة المؤسسات العمومية، وما يسمى بالإشعار غير الحائز. هنا منذ سنة 2000 في 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 يعني بداية 2017 صدرت مجموعة من قرارات محكمة النقد والتي اعتبرت بأن الإشعار غير الحائز الذي تمارسه الصندوق التنظيم الاجتماعي هو إشعار ليس له أساس قانوني، على أساس أن الإشعار غير الحائز هي مكنة أو إمكانية محصورة أو محدودة لفائدة الخزينة العامة وإدارة الضرائب، بما معناه إدارة الضرائب بما معناه لا يمكن بأي حال بالأحوال الاستفادة بهذه الإمكانية، وبالتالي فالإشعار غير الحائز على مستوى القضاء إن تمت ممارسته على مستوى الإدارة أمرا يعني ممكنا، ولكن على مستوى القضاء أصبح غير مرغوب فيه وأصبح مسألة يعني حسم فيها القضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقد اعتبرتها بأنها غير ممكنة، وبالتالي حتى على مستوى إدارة الضرائب يعني مؤخرا أصبحت يعني مسألة يعني متجاوزة لأن فيها نوع من يعني تناقض على أساس أن نشجع تمويل المقاولة، وبالتالي فمسألة إشعار غير الحائز يعني تقف حاجزا أمام عدم استفادة المقاولات سواء المقاولات العادية ومقاولات الصغر المتوسطة من أجل الاستفادة من أموالها من أجل تسيير وتدبير احتياجاتها الخاصة بتسيير المقاولة، وإن كان أمرا مهما هو أن شراكة صندوق تندمج لها من الويلات ولها من الآثار الوخيمة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع ما لا يتم تصوره إلا في حالة الوقوع، في حالات مماثلة أثناء المرض المزمن أو أثناء الوفاة وأثناء الأشخاص الأرامل الذين يحسون بطعم تلك أو قيمة تلك الشراكات وأهمية التحصيل الجري لديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بالنسبة لسؤال ديال سي أسامة، هل الأطفال المصابين بمرض طويل الأمد أو الأطفال المعاقين يستفيدون من التعويض؟ الله يخليكم، ما نبقاوش، ليس هناك أو مرض طويل الأمد، ليس أو الأطفال المعاقين، لأن مرض طويل الأمد يعني يعالج كأنه مرض طويل الأمد، دي مرضي لونج دوري. أما بالنسبة للأطفال المعاقين، دي بيرسون أون سيتياسيون، يعني أو يعني الأطفال المعاقين، الأشخاص في وضعية خاصة، هاد الأطفال يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة قلنا القانون ديالهم 0793 اللي كنتمناو أن يتم التعديل ديالو بعد ما خرج القانون الإطار 1793 في سنة 2017، واللي كنتظروا بأن المشرع يخرج قوانين اللي تحذف مجموعة من الشروط التي أعتبرها يعني غير مستحيلة أن تطبق على مستوى الواقع، مستحيل أن تطبق على مستوى الواقع عدم استفادة من التعويضات العائلية للشخص المعاق أو الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان له دخل قار أو كان لوالديه دخل كافي. وتكلمنا في هذه المسألة، لا يمكن من منا سيقوم بتقدير الدخل الكافي والدخل القار. الدخل القار ممكن أن يكون دخلا قار ومستمر، والدخل القار يعني شنو هو المراسم التنظيمية اللي غادي أو القوانين اللي غادي تشرح لنا شنو هو الدخل القار وشنو هو الدخل الكافي. هذه مسألة. بالنسبة هل الأطفال بمرض طويل الأمد أو الأطفال المستفيدون من التعويض عن أي تعويض؟ بالنسبة للتعويضات العائلية قلنا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كيف ما كان سنهم، بالنسبة للأطفال الأسوياء قلنا في حدود 21 سنة، بالنسبة للذين يدرسون أو الذين كيدرسوا في التعليم العالي، أما بالنسبة للتدرج المهني في حدود 18 سنة، وحتى بالنسبة للتعويض عن المرض كيستافدوا منه إلى حدود 26 سنة الأسوياء، وما المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيدون إلى سميتو في حياتهم إلى أتم يعني طول حياتهم من التعويض عن المرض. سيوسف كيسولني، هل ممكن الاستفادة من منحة الوفاة في حالة إن كان الهالك متقاعدا عن العمل؟ منحة الوفاة في حالة الاستفادة من حتى في عادة إذا كان الهالك وما هو تاريخ سقوط الحق؟ سؤال في محله سي يوسف، بأن منحة الوفاة تؤدى إلى المؤمن لهم وتؤدى إلى ذوي الحقوق الهالك المتقاعد، إذا تؤدى طريقة الاحتساب تختلف. أما بالنسبة سميتو الاستفاده من تعويض الوفاه او من منحه الوفاه، يستفيد منه المؤمن له النشيط الذي يشتغل قيد حياته، وبعد وفاته او بعد تقاعده وبعد استفادته من معاش التقاعد، ذاك المعاش التقاعد اما يتحول بعد وفاته الى منحه وفاه، ويتحول بعد وفاته الى ما يسمى بتعويض المتوفى عنهم، يعني السيده زوجه ديالو او وليدات ديالو يستافدوا من المنحه ديال الوفاة ويستافدوا من التعويض، ولكن خاص تكون هناك شروط ديال التأمين. أما بالنسبة للمتقاعد راه كتوفر في شروط التأمين، ما دام يستفيد من التقاعد فهو يتوفر على شروط التأمين بالنسبة للشخص النشيط الذين نبحث على توفره على 1080 يوم من التأمين. هناك بعض النساء هي كتسولني، هناك بعض النساء يستأنفن العمل قبل انقضاء مدة الأمومة، في هذه الحالة هل تستمر في تعويضها من طرف صندوق وطن الضمان الاجتماعي أم المشغل يقوم بأداء الأجر في حالته العادية؟ خريطة أن يصرح لدى الصندوق وطن الضمان الاجتماعي بأنه استأنف العمل، هل هذا يعتبر مخالفة تماما لمدونة الشغل؟ ماريا، غادي نتكلم معك بأنه أول شيء أذكرك بمقتضيات المادة 152 المادة 153 من مدونة الشغل، والتي تمنع منعا كليا عاني على تحت طائلة العقوبات الجنائية منصوص عليها في مدونة الشغل، عدم منع المشغل أن يشغل الأم بعد الوضع. صح، على المواثيق الدولية ممنوع منعا كليا، حتى لا طلع شي حاجة، هناك مسؤولية جنائية، هناك مسؤولية مدنية، هناك مسؤولية جنائية بأنك تشغل الأم في فترة يعني النفاس. إذا في هذه الحالة
استأنفنا قبل انقضاء مدة الأمومة، بما معناش كيستأنف، كيستأنفوا بعد سبعة أسابيع بعد الوضع. وراه إذا كنا كنهضروا على 14 الأسبوع، كنتكلموا عن 14 الأسبوع اللي هي 3 شهور ديال عطلة الأمومة، ممكن للأم أن تاخذ سبعة أسابيع قبل الوضع وسبعة أسابيع بعد الوضع، ولكن تقدر تخليهم كلهم، أغلبية النساء كيخليو العطلة الأمومة كلها بعد الوضع من أجل الاهتمام بالرضيع وإلائه العناية التامة وكسب مزيد من الوقت للبقاء بالقرب من الرضيع. في هذه الحالة إذا كان ممكن قبل الوضع ممكن، ولكن بعد الوضع ما يمكنش نغيره في الفترات، ما يمكنش. إذن بعد الوضع تعتبر يعني فترة غير قانونية، ونتكلم حتى على مستوى المراقبين ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لقاو المشغل مشغل ديك السيدة فكتعتبر انه كاين قانون ديال 1799 اللي يمنع الجمع بين الاجر والتعويض، ما يمكنش الكمول، لا يمكن الجمع بين الاجر والتعويض، لان مسالتين اشوف غير منطقيا. التعويض الاجر يؤدى مقابل العمل، والتعويض يتدخل عندما يتوقف الاجر عن اداء دوره. اذا في هذه الحاله ما يمكنش نتكلموا على الجمع بين الاجر والتعويض، مسالتين غير قانونيين. السلام لا يحترم في التدرج، الإشعار غير الحاجز لا يحترم في التدرج المنصوص عليه، المنصوص عليه في المادة 39. هذه أستاذة صابور كتتكلم على الإشعار غير الحاجز لا يحترم في التدرج. أول حاجة ما كاينش الإشعار غير الحاجز لا يعتبر إجراء من إجراءات التحصيل المنصوص عليه في المادة 39. إذا المادة 39 محددة كتقول لك الإنذار، هذاك الديرني افي سون فري. كنهضروا على كنتكلموا على الحجز سيزي، كنحل كنبيع الفونت في حاله عدم وجود، في حاله يعني الحجز ما اداش لازمته، كان ما اداش رغم اننا حجزنا عليه، سواء كان حجزا تحفظيا او تنفيذيا، كنمشيو لما يسمى ب الحجز كنت البيع. كنتكلموا على الإكراه البدني. إذا ما كاينش في الإجراءات الإشعار غير الحائز، لأن أصلا راه الإشعار غير الحائز راه ما جا حتى 2000 وتقريبا 2002، يعني كان مستجد في 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 سميتو في في المدونة. إذا هنا أو 2003، لأن ملي كنكلموا على 2002 2003 كان مستجد يساعد على تحصيل الدول العمومية، ولكن المادة 101 المادة الوحيدة اللي كتكلم على الاشعار الحائز هو الماده 101 كاجراء استثنائي. وهذا الاجراء يعني كل الى غنقولوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يحترم المقتضيات، لانه ما كاينش من اجراءات التحصيل. لماذا السؤال يقدر يكون الاستاذ صابور، لماذا صندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجا الى تطبيق الاشعار غير الحائز بالرغم من عدم وجود بين اجراءات منصوص عليه في الماده 39؟ الجواب منصوص عليه في الماده 28 من طهر 27/1972. المادة 28 هي صريحة اللي كتقول لك تباشر الإجراءات التحصيل، يباشر إجراءات التحصيل وفق الكيفيات المنصوص عليها في مدونة تحصيل الدول العمومية. إذا النص الخاص يطبق العام، والنص الخاص لم يقيد، وبالتالي النص الخاص أولى بالتطبيق. وهنا القضاء يعني قام بإعطاء تأويله للنص وحاسم في المسألة، وبالتالي أصبح الإشعار غير الحائز لا يمكن تطبيقه لاستخلاص الديون صندوق أو شراكة صندوق الضمان الاجتماعي. إذا امتنع المشغل أو تعذر على أداء واجبات، هل يعرض ذلك للعقوبات؟ أنا سأخصص لكم إن شاء الله يعني محاضرة خاصة بالقانون الجنائي للضمان الاجتماعي، محاضرة خاصة بالقانون الجنائي للضمان الاجتماعي، لأن المحاضرة هذه أنا أعتبرها جد مهمة، لأنها غتعطيكم الجانب الزجري والجنائي في مادة الحماية الاجتماعية. يعني إن شاء الله غادي هذه غتكون بالنسبة تكون نخصص لها يعني محاضرة لوحدها، لأنها فيها مجموعة من المسائل اللي غنيزوا ما بين القوانين الجنائية العامة في تطبيق ظاهرة 27/1972 والقوانين الجنائية الخاصة في تطبيق هذا الظاهر، وكذلك القانون 65/00 متعلق بنظام الضمان متعلق بالتغطية الصحية الإجبارية. إذا ضروري أنه إذا امتنع المشغل تعذر عليه أداء واجبات الصندوق. العقوبات أول شيء كنتكلموا على عقوبات إدارية،
كنتكلموا على عقوبات جنائيه. اذا ميزوا، احنا امام عمل اداري، نتكلم عن عقوبات. العقوبات اللي ممكنه اننا نمسيها المقاوله في الفلوس اكثر من نمسوها في الحبس، لان اللي كتمسوا ماليا اكثر من كتمسوا اداريا. وانا شخصيا مع انني نمس المقاوله في المال نمسها في نشد يعني الجيرون ندخل الحبس. علاش؟ لان الويلات بانك تدخل الجيرون الحبس عنده ويلات اقتصاديه اكثر من ما هي ويلات اقتصاديه واجتماعيه اكثر من انها عقوبه ردعيه. الردعيه ماذا ساردع؟ وانني كنلقى بانني غنسد هذيك المقاوله. ملي غنسد هذيك المقاوله كاين تشريط مجموعه من العمال الذي لا ذنب لهم في مجموعه من الاجراءات او التصرفات الطيش الذي قام بها ذلك او الرعناء الذي قام بها ذلك المشغل. وبالتالي فالعقوبات منصوص عليها في حالة عدم أداء الاشتراكات، تبقى مقتضيات المادة 27972. أول شيء ماشي غير عدم الأداء، التأخير. ونخصنا نفرقوا في العقوبات كما يسمى بلي ماجوراسيون دو روتار، هما غرامات التأخير، وليزاستخانت هما دعائر التأخير. إذن هناك الغرامات هناك الدعائر، ليزاستخانت الدعائر والغرامات لماجوراسيون دو روتار. إذن بالنسبة لي أنا غير تأخرت، لأن حسب النظام الداخلي بمثابة مرسوم لصندوق وطني الضمان الاجتماعي، هو قانون داخلي بمثابة يعني منصوص يعني مصادق عليه من المجلس الإداري لصندوق وطني الضمان الاجتماعي، القانون لو ريغلومون انتيريور، لا عفوا بمثابة مرسوم، هو مرسوم القانون الداخلي بمثابة يعني منصوص عليه بقرار، عفوا ماشي مرسوم ولكن قرار لوزير الشغل، وزير الشغل هذاك النظام الداخلي بقرار وزير الشغل. هذاك القرار يتم تحديد الاجال امتى تؤدي الاشتراكات. يعني الا اليوم صرحتي في اول الشهر كتصرح بالشهر اللي فات، كتقول بان السيد الفلاني السي أسامة اشتغل معايا في شهر، احنا في شهر 5 اشتغل معايا في شهر 4 لمدة 26 يوم بأجر ديال 10000 درهم. ولكن هذا التصريح سواء كان تصريح مادي او تصريح الكتروني خصني نصرح به قبل من 10 في شهر 5 قبل مرور العشر. اذا غير التأخير والتصريح، تأخير في التصريح والتأخير في الأداء كيعطي ديزاسترانت، كيعطي ما يسمى ب دعائر بغرامات التاخير ديزاسترانت اللي كتساوي 50 درهم لكل اجير. عندي 10 مع اسامه، 10 في 50 درهم في حدود 5000 درهم في الشهر. عاد ما يسمى بغرامات التاخير، اديتي الاشتراكات ديال الناس اللي خدامين عندك مع سميتو ما اديتيهمش، اديتيهم هذا الشهر ما اديتيهمش، الشهر الجاي كتزاد عليك 3%، 3% وكل شهر موالي كتزاد عليك 1% من المبلغ اللي خصك تأدي من مبلغ الشراكات. اذا 3% عن الشهر الاول و1% عن كل شهر موالي. اذا 3% في الشهر الاول و1% عن كل شهر موالي. اذا نميز ما بين غرامات التاخير عن عدم اداء الشراكات وما يسمى بزانسخانت وما يسمى بالغرامات التي تتؤدى عن التاخير في التصريح. تاخير في التصريح، التاخير في التصريح. إذن كاين هناك التأخير في التصريح وهناك التأخير في الأداء. التأخير في التصريح كنقولوا لي زانسترانت، التأخير في الأداءات كنقولوا ماجوراسيون دو روتار. هذا خمس بالنسبة للتأخير في التصريح. غير تأخرت بأنني صرحت في أسامة في هذا الشهر، ما صرحت بهم بعد شهرين، كنخلص مع أسامة بعدد الناس اللي ما صرحت بهمش الوقت 50 درهم عن كل أجير بالنسبة للنظام العام اللي هو تقاعد، وبالنسبة للتغطية الصحية 50 درهم 50 درهم 100 درهم في حدود 5000 درهم. اما بالنسبه لغرامات التاخير بالنسبه للنظام العام بالنسبه للتقاعد 3% عن الشهر الاول و1% عن كل شهر موالي، وبالنسبه للتغطيه الصحيه كل تاخير عن عدم الاداء 1%. اذا كتولي 3% في الشهر الموالي 1%، التغطيه الصحيه كل شهر ديال التاخير 1%. وشوف الى بقينا في العام كنديروا الغرامات كنوليو على مستوى التحصيل كيولي عندنا الراس البرينسيبال او من باب المبلغ الاصلي 1000 درهم، وتقدر توصلنا الغرامات ل 100 مليون. بما معناه ان سميتو الغرامات كتبقى تحتسب 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 الى ان يتم تصفيه الدين بكامله. وهذا هو المشكل بالنسبه
بخلاف الضريبه هناك يعني ما يسمى بالترانزاكسيون، ما يسمى بالصلح. الصندوق التنظيم الاجتماعي لا يمكن ازاله او حذف هذيك الكوتيزاسيون او لي ماجوراسيون دو روتا الا بقرار لوزير الماليه بعد يعني اقتراح من المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالنسبه لشخص موظف تزوج ولا مسرح زواجي لدى الوزاره، درنا باقي ما بقاش لنا الوقت بزاف للاسف، الوقت ما كيساعدناش باش ندخلوا في تفاصيل كثيره لان الوقت محدود هنا. فنتمنى ان شاء الله مازال يكون عندنا لقاء بكم باش نفسروا اكثر. بالنسبه لشخص موظف تزوج ولا مسرح بالزواج لدى الوزاره، لشخص تزوج ولم يصرح بزواجه لدى الوزارة، طلق وبعد مدة تبين أن المطلقة حامل وتزوج مرة ثانية، إذا أراد هذه نازلة، نازلة سي أسامة. بالنسبة لشخص ماشي سؤال، بالنسبة لشخص موظف تزوج ولم يصرح بزواجه لدى الوزارة، طلق هل لم يصرح بزواجه وطلق وبعد مدة تبين أن المطلقة حامل، تزوج مرة ثانية، إذا أراد أن يطالب بالتعويضات العائلية، هل حسب المطلقة لأن حصلت المولد أم حسب الزوجة الثانية دون تعويض مولود المرأة الأولى؟ لا غير باش نوضح الأمور، سي أسامة، السيدة الثانية ملي غادي تولد ما تولدش ولادو الأولانيين، راه غتولد لي ولاد جداد، بمعنى في سميتو في الولاد ما كنبقاوش نخلطوا حنا شكون هما، واش تزوج قبل منها ولا تزوجات من بعدها، وشكون اللي جا الاول شكون جا الثاني. التعويضات العائليه تمنح للابناء لا تمنح، هل هناك تداخل في الزواج وهناك تداخل في المره الاولى وبعد الطلاق ومن بعد الطلاق. الله يخليك، بغض النظر باش ندخلش باش ما ندخلوش بمجموعه من الحيثيات التي ممكن ان تعقد لك الرؤيه، دائما انظر من زاويه الابناء. التعويضات العائلية تمنح للأبناء عن طريق آبائهم، وبالتالي فاش كيشوفوا إذا كان الزواج كاين تبارك الله، في حالة انفصام عرى الزوجية كنشوفوا واش هناك أطفال ومن الذين من الذي يحضن هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الأبناء. إذا كان الحاضن هو وليهم الشرعي الأب فما ليس هناك مشكل. إذا كانت الأم بعد الطلاق خصها تجيب لنا ما يثبت انها هي الحاضنه، وبالتالي ف لا نوسيون دو بريزون شارج او يسمى بكفاله الابناء. وانا راه قلت لكم في التعويضات العائليه في المره الاولى ما بقاوش تشوفوا واش الابن طبيعي واش الابن بالتبني واش الابن شرعي، ما تبقاوش تدخلوا في هذه المسائل لاننا لا نتكلم حتى على مسؤوليه. ملي كنتكلموا على المسؤوليه القانونيه ما كنقولش شكون واش الابن بيولوجي، راه مسؤوليه عقديه ولا مسؤوليه قانونيه. فاش كنشوف ضرر، اذا هنا اش كنشوفوا؟ كنشوفوا الابناء. اذا شكون متكفل بهم؟ لا نوسيون دو لا بريزون شارج، مبدا الكفاله هو الذي يحكم في هذا الاطار، ليس هناك واش هناك الحاق، واش هناك تداخل، واش هناك شرعيه، واش هناك طبيعيه، واش هناك، ما ندخلوش في التفاصيل. كنقولوا بكل بساطه لو برانسيب دو لا بريزون شارج دي زونفون اللي على عهده الولي او متكفل او الحاضن بحسب الاثباتات وبحسب السندات القانونيه. استاذ هناك بعض الاجراء في القطاع الخاص يعانون دائما، بقات لنا واحد جوج ثلاثه دقائق بسرعه. استاذ هناك بعض الاجراء في القطاع الخاص يعانون دائما عدم تعويضهم لاطفالهم الصغار، يعانون دائما من عدم تعويضهم لاطفالهم الصغار التي تتمثل في 300 درهم سبب راجع لمده العمل المصرح بها او الاجر. استاذه ماريا سؤال في محله، لان مجموعه الاشخاص كيقول لك حنا عندنا وليدات وخدامين وكيتصرح بنا في الصندوق وتنظم وما كناخذوش التعويضات العائليه. راه هادشي كلشي كاين، ولكن ما كاينش واحد المساله اللي خصنا، كاين مرسوم اللي كيقول لك او القانون كيحيل واحد المرسوم كيقول لك بانه الاجراء الذين يصرح بهم باقل من 60% من الحد الادنى القانوني للاجر لا يستفيدون من التعويضات العائليه. اذا اللي غيتصرح به ب 1000 درهم واللي غيتصرح به ب 800 درهم واللي غيتصرح به ب سميتو ب 1200 درهم، اذا كنعرفوا سميك حاليا كنتكلموا على 2797 درهم
في حالة أننا غادي نوصلوا ل 2800 درهم في يوليوز 2020، فهنا خصك تحسبي 60%. إلا صلحت قل من 60% ديال 2800 درهم راه ما غاديش نستافد من التعويضات العائلية، ولو توفرت في شروط 180 الأيام للاستفادة من التعويضات العائلية. تم التصريح لدى الصندوق وتنظم لدي أبناء يدرسون وعندهم، ولكن التصريح لا الأجر أقل من 60% من الحد الأدنى من الحد الأدنى 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر. إذن نكون درت واحد إذن مسألة اللي بعض الإحصائيات اللي غنعطيها لكم لأنها تهمكم وسيرتو في هذه الظرفية الحالية. فالمقاولات المصرحة صندوق وطن الضمان الاجتماعي في حدود 234,693 243,693. الأجراء المصرح بها في صندوق وطن الضمان الاجتماعي حاليا في حدود 3,000,047. إذا المقاولات 234,693، عدد الأجراء 3,000,047. دابا اللي حاليا اللي تصرحوا بهم في صندوق كوفيد في حدود 900,000 من 3,000,000، 900,000 متوقفين على العمل. المقاولات اللي توقفوا في حدود 131,000 من 200,000 اللي مصرح بها في صندوق وطن الضمان الاجتماعي. إذا هادو إحصائيات عندها دلالات. الكتلة الأجرية، اللي كنقول الكتلة الأجرية مجموع الأجور المصرح بها الأجراء في 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 القطاع الخاص هي 148 مليار ديال الدرهم. 148 مليار ديال الدرهم، 148 مليار ديال الدرهم ككتلة أجرية. هذيك الكتلة هي اللي كتاخذ منها صندوق وطن الضمان الاجتماعي بحسب نسبة الاشتراكات اللي حددنا في المرة الأولى، كتاخذ منها الاشتراكات، وهي اللي كتأدي منها التعويضات، هي اللي كتأدي منها التعويضات. إذا الاحتياطات، إذا ملي كناخذوا اشتراكات كنأديو منهم التعويضات، كنخرجوا منهم ما يسمى بلوطو جيستيون، ما يسمى مصاريف تسيير، كيبقاو لنا احتياطيات. هذيك الاحتياطيات اللي قلنا في الحصص اللي فاتت هي اللي خصنا نديرو فيها ما يسمى بلي باحتياطات التقنيه. هذيك الاحتياطات التقنيه اللي كنقولوا لك الصندوق وطن الضمان الاجتماعي او لاي صندوق ديال الاحتياطات الاجتماعيه بدا كياخذ الاحتياطات التقنيه، فدقه ناقصه خطره. ولكن مجموع الاحتياطات دابا تدبر من طرف صندوق الايداع والتدبير، ثم يتم ايداعها لدى صندوق الايداع والتدبير بنسبه فائده سنويه محدده من طرف وزاره الماليه. دابا المبالغ اللي مدعاه ما يفوق 54 مليار ديال الدرهم، 54 مليار ديال الدرهم، وهي اللي كتدخل في مساله توظيف الاموال من اجل الاستفاده منها في 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 يعني تنويع موارد صندوق وطن الضمان الاجتماعي وزياده فيها حتى تتحمل الاعباء الخاصه بالتعويضات، ومن اجل الحفاظ على التوازنات الماليه وضمان ديمومه نظام الضمان الاجتماعي. اذا اكتفي بهذا القدر، ويعني اشكركم على يعني حسن انتباهكم، ان شاء الله في الحصه المقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله